هذه الحلقة برعاية سيداتي أنساتي سادتي، يرجى ربط أحزمة الأمان استعدادا للإقلاع. وقع اليونان في جنوب شرق أوروبا. تمتلك اليونان إرثاً حضارياً عريقاً يعود تاريخه إلى آلاف السنين، ويعتبر المؤرخون اليوم أن بلاد اليونان هي مهد الحضارة الغربية. تبلغ مساحة اليونان حوالي 130 ألف كيلومتر مربع، وتشكل الجزر اليونانية حوالي ربع هذه المساحة، حيث يبلغ عددها الإجمالي حوالي 9841 جزيرة، أكبرها هي جزيرة كريت. حوالي 80% من مساحة البلاد هي عبارة عن مرتفعات جبلية، مما يجعل اليونان من أكثر بلاد أوروبا ارتفاعاً عن مستوى سطح البحر. يبلغ عدد سكان اليونان حالياً حوالي 11 مليون نسمة، واللغة الرسمية في البلاد هي اللغة اليونانية، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 3500 سنة. أما اللغة المتداولة الآن فهي اللغة اليونانية الحديثة. غادرنا مدينة إسطنبول التركية باتجاه اليونان بالباص. الرحلة برا استغرقت حوالي 12 ساعة. وصلنا إلى مدينة ثسالونيكي زي ما يسموها باليوناني. تقع مدينة سالونيك في شمال اليونان، وهي عاصمة إقليم مقدونيا الوسطى. يبلغ عدد سكانها حوالي 400 ألف نسمة، بينما يصل عدد سكان ضواحيها إلى 500 ألف نسمة. وبالتالي تكون مدينة سالونيك ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في اليونان بعد أثينا طبعا. تعتبر سالونيك ثاني أكبر مركز اقتصادي وصناعي وسياسي في اليونان، وتحتوي المدينة على العديد من الصروح والمعالم التي تعود إلى العصر البيزنطي والعثماني. قصة تسمية المدينة قصة رومانسية تعود إلى كاساندروس ملك مقدونيا القديمة. كل الأوجد المدينة دي وأعطاه اسم مرته في سالونيكي،
وهي كانت الأخت غير الشقيقة الإسكندر المقدوني. تطورت المدينة بسرعة خلال القرن الثاني قبل الميلاد، وسرعان ما بنيت حواليها الأسوار وأصبحت تتمتع بمزايا الحكم الذاتي، وقد كان لها في ذلك الحين برلمان خاص يوجد للملك تمثيلا فيه. أما في عهد الرومان فقد ازدادت أهمية سالونيك وأصبحت محطة تجارية هامة، خصوصا بعد ما تم بناء الطريق البيربط بين روما والقسطنطينية. أصبحت سالونيك عاصمة مقاطعة مقدونيا الرومانية. وفي العصر البيزنطي شهدت المدينة نهضة ثقافية وفكرية وازدهرت تجاريا وفنيا. سالونيكي أو بالعربي سالونيك ثاني أهم مدينة في اليونان بعد أثينا، مركز تجاري اقتصادي سياسي وصناعي. بسبب موقعها المدينة نقطة مهمة للمواصلات بشرق جنوب أوروبا. المدينة فيها صروح كثيرة بتعكس حضارتها وتاريخها البيزنطي العثماني واليهودي. تعالوا مع بعض مع دايما عمرين نكتشف اليونان. أول محل حنزوره في سالونيك هو سوق موديانو، وهو يعتبر أقدم سوق في المدينة. موديانو هو اسم أحد أقدم العائلات وأكثرها شهرة في مدينة سالونيك. العائلة دي عاشت في سالونيك ما قبل الحرب العالمية الثانية. أما سوق موديانو فقد بني عام 1922 ويعتبر من أقدم الأسواق في منطقة البلقان. حافظت بعض المحلات على وجودها لعدة أجيال سابقة، وفي السوق ده سكان المدينة يقدر يشتروا اللحوم الطازجة، الخضروات، الأسماك والبهارات. لسه سكان المدينة بتوجهوا للسوق لشراء احتياجاتهم اليومية من الطعام والشراب. برضو في السوق في مطاعم كثيرة بتقدم أشهر المأكولات اليونانية، وبرضو فيه قهاوي. سوق موديانو أقدم سوق في مدينة سالونيك، برضو يعتبر من أقدم الأسواق في منطقة البلقان كلها. صمم عام 1922 على يد المعماري إيلي موديانو اللي كان بينتسب لعائلة يهودية عايشة في المنطقة. السوق من 1922 لحد هسه لسه فاتح، فيه محلات توابل، لحوم، خضروات. الناس بيجوا هنا بيقضوا مشترياتهم وبيشربوا كوباية قهوة. طبخيها في دقايق ياكلوها في ثواني.
نوبو، أطبخيها في دقايق يأكلوها في ثواني. كابو، أهلا يا خالد. دشنو؟ لبن، اتفضل. لا شكرا يا صاحبي، ده بكتيريا. أمي هدوب فورته. طيب سيبه يبرد شوية، تعال وريك. اتصور ده المكان اللي بيجيب منه اللبن، هل كنت هتشربه؟ ده شنو ده؟ لا بس اللبن. ما تشيل هم يا خالد، ما كل اللبن كده. تعال معينا شوف دنيا كابو. شوف ده اللبن نظيف طازج صحي، هاك جرب. كنت وين يا أولاد؟ اللبن برد. أمي تاني لبن كابو، بس أهو ده اللبن، لبن كابو الطازج. كابو دنيا جديدة. أطبخيها في دقايق يأكلوها في ثواني. وقريب من سوق موديانو القديم يوجد سوق كابانين مفتوح، وهو سوق يعتبر جديد نسبيا. فيه جميع أنواع المأكولات الطازجة والمنتجات المحلية زي الخضار والفاكهة والزيتون وغيرها. السوق كل يوم الصباح مليان بالمشترين، وهو برضو يعتبر من أشهر الأماكن في المدينة. الناس بيلتاقوا فيها يشربوا القهوة أو يتونسوا شوية بعد ما يقضوا مشترياته. عارف الهنام مشهورة بزراعة الزيتون، لكن ما قدر ده. Hello. 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 Why do you have so much olives? Because we are here with many players from Greece. That's all. So all olives all, is from Greece. All from Greece. And then you have different tastes. Different tastes. That is Kalamata, the first olive of the world. The first what? The first olive of the world, Kalamata. Kalamata. With a little salt and vinegar. مملح وفيه خل كلمات. Okay. That is green with lemon. That is with a little salt. That is without salt. Sweet. And this is? That is with paprika. Green with lemon. Paprika. Let's try this one. Try. That olive is from Ireland, Thassos. Thassos Island. And that is from Chalkidiki. That olive is made with salt, not water, not nothing, with salt. And after a few months, it's made sweet. Oh, so it's sweet. Sweet, right. That is oil olives. Zaytoun hilo. So how does it become sweet? After the water goes out, that they make... Without water. No water. Not water, only the salt. Mm-hmm. And after, salt is going, and it make this. Because when you are taking from
from the tree is bitter. Okay. And after many months, just make sweet with the salt. You have some with garlic. I like garlic. You have some with garlic? Yes, in there. حتى لو عندهم زيتون ب بتوم. That is with garlic and hot pepper. Picante. Nice. Can I please have some? And all the oil is from this. That is from olives. That is oil. That is oil from Creta. From the island Creta. Cholesterol is zero. Cholesterol is zero. Cold expression. Extra virgin. Yep. No virgin. Extra virgin. It's a very, very, very good taste. It's sweet. ورانا أثبت لنا إنه زيت الزيتون ما فيه كوليسترول. From island Creta. From Creta. From. Can I please have with paprika? With paprika, half a kilo and half a kilo with the garlic. Or the first one. And kalamata. And kalamata. No, just the kalamata and this one. Okay. زيتون الكلماتا يعتبر من أحسن أنواع الزيتون في العالم وأغلاها أصلاً أول مرة زرع فيها كان في اليونان زي ما شفنا إنه اليونان مشهورة بزراعة الزيتون وتصنيع زيت الزيتون زيت الزيتون صحي بيستخدموه في الطبخ لكن برضو بيستخدموه في السلطات والطعم بتاعه طازج جداً جداً تشرب الطوالي كويس جدا للمعدة وللصحة لكن قبل كده مش شربت زيت زيتون على الريق دي all of it perfect wow the cold oil this is very good أنا توقعت لما أشرب زيت الزيتون حنو كاني بشرب في زيت لكن ما عنده طعم وخفيف جدا جدا على المعدة. بحاجة حبدا أعمل تايم هنا من هنا قدام أشرب زيت الزيتون على الريق.
وبعد ما شفنا أصل الشاورما من وين، زي ما شفنا في تركيا بيسموها التراك دونر كباب، خلينا نشوفنا في اليونان بيسموها شنو. اسمها في اليونان السوفلاكي، هي أكلة مشهورة جدا جدا في البلد كلها، وكانت تعتبر أكلة الفقراء. ممكن تتاكل بلحمة أو بالداد زي شاورما تانية يعني. في اليونان هنا بتتخت اللحمة فوق رغيف البيتا اليوناني، وبعدين بيملوها بأنواع مختلفة من السلطات، وسعرها رخيص جدا جدا. أي زول في اليونان ممكن يأكل وجبة السوفلاكي الدسمة، يعني كيلو شاورما. يتناول اليونانيين السوفلاكي في جميع أنحاء البلاد، ويقدم في سندويتش في المناطق الشمالية زي مدينة سالونيك، أما في جزيرة كريت ويقدم مع سلطة الروب والعجور. سلطة الروب والعجور أصلا طلع يوناني.
تطبخيها في دقائق، ياكلوها في ثواني. مالك يا خالد؟ اتغلبنا وعلاء ومروان لزوني ووقعوني. معلش، بكره بتغلبوهم. ما تستسلم يا خالد، لو اتدربت وشربت لبن كابو الطازج يوميا حتكون احسن لاعب كوره. لبن كابو الطازج يمدك بمناعه اعلى وعظام اقوى وقدره ذهنيه عاليه. لبن كابو الطازج الان دسم اكثر. طبخيها في دقايق، ياكلوها في ثواني. بعد جولتنا في أسواق سيراميك الصباح مشيت للفندق للاستراحة قصيرة، لأنه الليلة بعدين بالليل هنمشي ونشاهد أكثر البرنامج التلفزيوني شعبية في اليونان كلها. هنخش معهم الاستوديو وهنكون معهم على الهواء من سيراميك. نحضر بث مباشر لأكثر البرامج الشعبية في اليونان، راديو أرفيلا. البرنامج بيقدمه 4 شباب بيناقشوا شفافية وجراءة شؤون البلد، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، كل حاجة يعني. بعد البرنامج حيكون في عرض موسيقي من الفرق الموجودة في المنطقة. البرنامج له 3 سنين على الهواء، وقت البرنامج ما بظل بطلع من البيت. أنه برنامج زي ما قلت حي على الهواء، ما عايز يزعجك خالص. الفرقة بتلعب هنا وهناك بقعد المقدمين الأربعة والباب ده كل الاستوديو بيجي منه من ورا. في 1 2 3 4 8 كاميرات. المخرج طبعا بدي تعليمات انه عايز الفرقة تغني كيف وتقول لك وضح لهم اسلوبي. يا
يلا الفرق بتتغير في كل عرض البرنامج. وهنا ده المكان اللي بيقعد فيه الأربعة المقدمين. زي ما شايفين المسرح كله ألوان ومفعم بالحياة زي ما بقوله. كله خاتين فيهم جمل بتعبر عن آرائهم السياسية والاجتماعية. كلمات بتمثل لهم زي ما بقوله ايديولوجي أو مبادئ. الحرية، الحرب، السلام. كلمات بتمثل آرائهم ومبادئهم. كلمات بتحمل معنى إنساني أكثر من أي حاجة تانية. I'm Jimmy. I'm the director of the show. أستاذ جيمي هو مخرج البرنامج. جيمي هو أصلاً فنان موسيقي، فعشان كده قال بالنسبة له إنه الصوت لازم يكون بيطلع 100% ومظبوط على الآخر. عشان كده حس بيعملوا ساوند تشيك أو تحضير للصوت. I'm the director. Okay. Yes. Just the director, but sometimes... Multi-talented director. But sometimes... It's very good. This is my main cameraman. Give me a room. My main cameraman. He also plays? He used to be a drummer before us. Oh, wow. He's a complete drummer already. For you all? We performed this before the show. To get the energy to get going. Fast on air, because perfect. I'm the director and I do the visual mixing too. Oh, wow. Yes, both seats. I do the directing, I do and, vision, and the visual mixing too. And this gives you the energy to yes, kick the show? Yes, before the show. Perfect. So I calculate everything. I'm calming yourself before the show with myself in a situation, so I'm ready to execute this. Perfect. Thank you very much. No, thank you, Jimmy. Great. البرنامج بياخد ساعتين يجهز كله حلقة. فحس جيمي كان بيقول لي إنه كله حلقة قبل ما يبدو هو عشان يهدي أعصابه، لأنه المخرج ما مفترض يلعب درمز. بيجوا هنا بيهدي أعصابه، بيجهزوا الصوت، بيشوفوا الصوت كيف، بيشوفوا الإضاءة، بيشوفوا التلفزيون، الأجهزة الإلكترونية كلها شغالة كويس. دين هم الأربع شباب اللي بيقدموا البرنامج. إن شاء الله بعد شوية هتعرف عليهم الطبيعة. غرفة المكياج، عشان كمية الإضاءة في الاستوديو كثيرة لازم يخطوا مكياج لوشهم. وهنا برضو خايفين الهدوم اللي بيلبسوها في كل حلقة. ثلاثة من المقدمين الأربعة قاعدوا في أماكنهم مستنين الرابع يبدأ معهم. البرنامج حيبدأ، إحنا حنمشي نقعد نحضر برا مع الناس. عادة بناقش البرنامج أكثر المواضيع الحيوية والحاصلة في اليونان بشكل نقدي. فريق العمل سمح لكاميرا دايمان عمرين بدخول الاستوديو والتحدث الى مقدمي البرنامج بكيفية التحضير له. How do you feel your show contributes to the Greek community understanding that? What do you guys bring it to the table? What is the best way to not kill yourself? What is the best way to kill yourself then?
Then what do you think the critics, if there are any critics of the show, say about the show? They're all dead. critics anymore. No, everybody, it's okay. The show is okay. We don't get love. برنامج محبوب جدا جدا مشاهدينه من كافة الأعمار الناس بيحبوه ليه؟ بيحبوه لأنه بيتكلم مع الشعب بلغتهم بحل مشاكل الشعب والشارع اليوناني ليه؟ You took the words right out of my mouth. So say all of us. My thoughts exactly. Unbelievable. زي ما شفنا خفة الظل والشفافية هو الأسلوب اللي بيستخدمه في البرنامج ده اليونان أصل الديمقراطية وحرية الرأي والتفكير البرنامج ده الليلة دليل على حرية الإعلام وحرية الرأي ومن راديو أربيرا في مدينة سالونيك بنودعكم بنقول لكم دايماً عمري Thank you so much. خلال العهد العثماني رجعت للمدينة مكانتها الاقتصادية والتجارية وبقت تركيبتها السكانية تتكون من ثلاث أعراق أساسية هما الأتراك المسلمين الأرثوذكس اليونانيين واليهود